السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده فيه شرح عن أنواع وحدات التحكم اللي احنا بنقول عليها الكنترولات المستخدمة في السيارات، وده طبعا بيشمل السيارات والشاحنات أو معدات، لأن في الآخر الفكرة واحدة في كل أنواع بس بتختلف البرمجة، وده بيهم أكتر الناس المهتمة بالبرمجة والقراءة والكتابة والتعديل على برمجة وحدات التحكم اللي احنا ساعدنا عليها كمبيوتر أو الاي سي يو. الفرق ما بين أنواع وحدات التحكم نقصد بيه الفرق في الهاردوير، يعني المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو الكنترولات نفسها. النوع الأول طبعا بيبقى عندنا مايكرو بروسيسور اللي هو المعالج، وإبروم، وفلاش. هنا عندنا المعالج اللي هو المايكرو بروسيسور، وهنا الفلاش بنسمى هنا فلاش إبروم، وعندنا الإبروم اللي هو بيسموه سيريال إبروم. ده عادة الأنواع اللي هي كانت في البداية أو الأنواع القديمة، بيبقى كل جزء منفصل لحاله، الإبروم والفلاش والمايكرو بروسيسور. عادة في النوع دوت مساحة تخزينية للفلاشة بتبقى صغيرة، كمية المعلومات اللي بتحفظها نفس الشيء صغيرة. هنا المايكرو بروسيسور المستخدم أو الموديل بتاعه ST مايكرو إلكترونيكس، لأن يهمنا بعد كده نعرف أنواع المايكرو بروسيسور المستخدمة لكل وحدة تحكم. هنا النوع التاني نفس الشيء، في مايكرو بروسيسور المعالج، بس هنا في إكسترنال فلاش والإبروم العادي أو السيريال إبروم. الإكسترنال فلاش بتختلف عن الفلاش العادية، ده المايكرو بروسيسور. هنا الاكسترنال فلاش مساحة التخزينية تبعها أكبر، تقدر تشيل معلومات كتير. تمام، الفرق ما بينها وبين الفلاش إبروم المساحة التخزينية، يعني زي ما قلنا بتقدر تشيل حجم معلومات أكبر. هنا مش شايفين الإبروم العادي، ولكن في النوع دوت هو موجود بس على الجهة الأخرى من البورد. هنا نوع المايكرو بروسيسور المستخدم موتورولا MBC 563 أو 564. زي ما قلنا مهم نعرف نوع البروسيسور أو المايكرو بروسيسور المعالج المستخدم، لأن دوت بيوضح لنا إمكانية القراءة أو الكتابة على الكنترول أو الفلاش والإبروم تبع الوحدة التحكم اللي احنا بنشتغل عليها. هنا هنروح للنوع الثالث، بيبقى عندنا مايكرو بروسيسور واكسترنال فلاش اللي هو المعالج. والمعالج في الحالة ديت بيبقى فيه داخله معلومات الإبروم، أو نقدر نقول إن المعالج هو عبارة عن معالج مايكرو بروسيسور زائد إبروم. هنا الإكسترنال فلاش رقم واحد هو المعالج، ورقم اتنين تحت هي عبارة عن الإكسترنال فلاش. المعالج بيحتوي على معلومات الإبروم، وفي نفس الوقت هو المعالج الإكسترنال فلاش. تمام، هنا ما عندناش إبروم لحاله راكب على البوردة. طبعا عندنا الإنفينيون TC1796 ده المعالج، ونروح هنا للتايب 4 أو النوع الرابع. هنا المايكرو بروسيسور هو في كل حاجة، المايكرو بروسيسور هو المعالج، في نفس الوقت هو الفلاش وهو الإبروم، يعني داخل المايكرو بروسيسور كل حاجة. عندنا تحت في مكان الفلاش ولكن مش راكبة، مفيش أي فلاش راكب، لأن عندنا كل حاجة داخل المايكرو بروسيسور، الفلاش والإبروم. هنا نوع المايكرو بروسيسور المستخدم نفس الشيء، إنفينيون TC1796، وده من أنواع المايكرو بروسيسور المنتشرة حاليا في وحدات التحكم الحديثة. زي ما انتوا عارفين ان الفلاش بيخزن فيها المعلومات الأساسية للمحرك، زي خريطة الاحتراق الانجين ماب والعزم والباور وكل ما يخص المحرك بتخزن في الفلاش. بالنسبة للإبروم
بتخزن فيه بعض المعلومات البسيطة والمتغيرات زي رقم الشاسي، زي الإموبلايزر كود، بعض المعلومات اللي نقدر نغيرها بسهولة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأضاف لكم بعض المعلومات الجديدة، ونشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. كان معكم أسامة سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.